أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 63 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى 10 من صباح اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 12596 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 8978 حالة بعد تماثل 58 حالة جديدة للشفاء، فيما ظل عدد الحالات الوفيات مستقرا في 228 حالة. وبلغ العدد الإجمالي للحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 677129 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين للالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.